الثالثة هي أنني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه في شارع محمد الخامس مدينة قنيطرة. كيف ما كتشوفوا الدري غادي عريان بدون ملابس، وكيشكل تهديد على الناس. وكنتمناو من الجهات المعنية أنهم يتدخلوا. السلام عليكم، أنا السيدة قدوس خديجة من مدينة القنيطرة. أنتم كما كتشوفوا هذا الفيديو هذا ديال الإبن ديالي كيمشي في الشارع عريان، هو مريض مرض عقلي وكيعاني وأنا كنعاني معاه، وكيشكل خطورة عليا وعلى الناس. وأنا واحد النهار خنز الدواء ديالو خرجت من الدار، وأنا مشيت للبوليس بلغت قلت لهم راه أنا الإبن ديالي جاز الدواء كمية كبيرة وخفت يشربها يكون أثر عليه، وطلبت منهم غير المساعدة. وهو دابا راه معتقل، وكنطلب من الله ومن سيدنا وسيد الحموشي باش يشوفوا في هذه الحاله ديالي. شنو المعاناه ديالو بالضبط؟ المعاناه ديالو هو كيعاني، يعني كيجري عريان، عنده اضطرابات السلوك بزاف. وانا بغيت غير بدلا ما يكون في الاعتقال يكون في مؤسسه اضطرابات النفسيه باش يتعالج. وكنطلب منكم المساعده ديالي، الله يجازيكم بخير. هانت كيشرب الادويه ديالو، منهم ميديزابين ورانوزيب ونوزينو والهالدول، الله يجازيكم بخير. وهادو هادو هادو وصفه طبيه بلوردونوس ديالها، وعنده حتى الخبره الطبيه كتاكد بان هذيك الادويه راه ديالو ماشي اقراص مهلوسه، هي وصفه طبيه. وكنطلب منكم تساعدوني. كيفاش اعتقلوا؟ علاش اعتقلوا؟ اعتقلوه، قدموه داروا الادويه ديالو بان قرص مهلوسه وهي غير وصفه طبيه. يقدروا بالتجار ولا شنو؟ اتهموا بالتجار، ولكن يكونوا غلطوا. وانا غير كنوضح لهم، انا غير كنوضح لهم بان هذيك وصفه طبيه بالتقرير ديال ديك بين دي زابي اللي لقاو عنده. خديت التقرير ديالها من عند الدكتور العماني، وها الخبره كتاكد كل شيء. انت مشيتي عند بوليس غير قلتي لهم ردوا البال لولدي اللي يدير شي حاجه؟ طلبت منه ماي مساعده، راه يعني يقدر يشربها كامله ويقدر تاثر عليه، وهذا الشيء اللي طلبت منهم. انا طلبت غير المساعده. هو كيفاش عايش وسط الحبس هويا مع الاضطرابات النفسيه؟ ولدي حيت هذه الحاله ديالو ما كتخليش يلزم بمكان، يعني بقى محبوس. ولدي كيدلع كيمشي كما كتشوفوا في الشارع، كتجي حاله كيلو حوايج وكيبغي كيمشي تقدر تلقى من قنيطره يقدر يمشي للسلا يقدر يمشي اي بلاصه، ولكن كيدور وكيرجع عندي. هذه الحاله ديالو يعني ما كتخليش يكون محبوس. مشيتي لشي اثارات اللي كيعتنيوا بهاد الناس اللي كيمشيو واللي كيعتنيو بهاد الناس اللي عندهم هاد الامراض النفسيه، واش مشيتي عندهم بقيتي الابواب ديالهم؟ بعدا طلبتها من السيد القائد ديالنا، من رئيس الدائره ديالنا الثانيه، يعني عطاوني ديك ريكيزيسيون وديك الوثائق باش خصني يكون وصل الايداع باش يكون في مستشفى الرازي. ولكن مع الاكتضاض وداكشي ما لقيتش مساعده. وانا متبعه له الدواء مع الطبيب ديالو الدكتور القادري في سبيطار مولاي الحسن مدينه قنيطره. وهادو ما اش خدامه انت يا خاتم؟ انا ما خدامه حتى شي بلاصه، انا كنت كندير النظافه في واحد المسجد يعني غير صغير ماشي ديال الجمعه، كيعاونوني غير المحسنين، انا عايشه مع المحسنين. وهنا في مارشي سونترال ثاني الناس كيعرفوني وكيعرفوا ولدي وعارفينه مريض كيتعاونوا معايا. دابا ولدك انت اللي مقابله بالليل وبالنهار؟ انا اللي مقابله، وانت اللي كتشوف؟ انا اللي مقابله، هو ايتيم ما عندوش الاب ديالو، وانا اللي مقابله، والناس المحسنين هما اللي كيتعاونوا معايا كيراعوا الظروف ديالي. دابا شنو المطلب ديالك للناس المسؤولين اللي كيسمعوا؟ كنطلب من الله ومن سيدنا نصره الله ومن سيد الحموشي بانني يتدخلوا ويشوفوا هذه الحاله ديال ولدي باش ينقذوا، يمكن بدل ما يكون في السجن يكون في مؤسسه اضطرابات النفسيه باش يتعالج وتكون واحد النتيجه ايجابيه ماشي سلبيه. وانا كنطلب منهم الله يجازيهم بخير، والله يرسل سيدنا، الله ينصر سيدنا وسيد الحموشي.